لما هنيجي نبص لمواصفات الصحابي، دعنا من هو، دعنا من هو، نبص لمواصفاته ونبص لدوره، هنلاقي دور الشخص ده دور محوري ورئيسي في بداية مرحلة أولى العلامات العشر الكبرى، وهي الإمام المهدي. هو صاحب الدور المحوري والرئيسي في بداية مرحلة حروب نهاية الزمان. ليه؟ لأن هو الشخص اللي هيقدم الرفاق. يعني إيه يقدم الرفاق؟ يعني هو اللي هيشاور مين الرجالة المعنيين بالأدوار الاعتبارية والرئيسية في آخر الزمان. أدي واحد. اتنين، هو شخص يمتلك من الخبرات ومن القدرات الشخصية والعملية ما هو يؤهله بأن يكون صاحب قوة وصاحب يعني القدرة على حماية نفسه وحماية من معه وحماية رجاله. فهو من هنا تيجي المعرفة دي. ليه المعرفة دي؟ عشان محاولة ادعاء هذه الشخصية هتبقى كتير لأجل سرقة كل الأحداث، لأن هذه الشخصية هي اللي المحورية في كل الأحداث. فلو سرقنا الشخصية دي هنسرق كل الأحداث معاها. ونلاحظ إن الأمر في توثيق شخصية صاحب مصر طوال ال10 سنين اللي فاتوا دي كان في محاولات عديدة لتوثيق هذه الشخصية، وده مش وقت الكلام فيه دلوقتي. لكن المحاولات دي كلها فشلت ليه؟ لأن الصحابي مش موجود، وفي انتقال بقى من واحد إلى آخر وتبادل وتوافيق وفي لخبطة كده، في يعني بزراميت. فمن هنا الدنيا بايظة مع الناس اللي بتحاول دي، لأنه مش عارفين يصنعوها، مش عارفين يعملوها، لأن هذا الشخص ما سيقوم به من أدوار مؤثرة بالدرجة اللي هي إيه الجميع يشعر بها. مش أدوار هامشية ولا جانبية ولا، لا، أدوار رئيسية، رئيسية جدا جدا. وأعتقد طوفان الأقصى بيقول كده، وهدي مثال قلته قبل كده برضه هرجع أكرره تاني على الرغم من الأمثلة كتير، لكن هدي مثال أكرره لأنه واضح شوية، والناس لو دورت عليه هتلاقيه واضح قدامه. سد النهضة عطل بناؤه سنتين ورا بعض، سنتين ورا بعض السد عطل بناؤه. ليه عطل بناؤه؟ ازاي عطل بناؤه؟ بأن مدير السد يغتال وتسرق منه الأوراق والرسومات وكل ما يخص السد، وتترك جثته في سيارته في أشهر ميادين أديس أبابا. بدل المدير اتنين، يعني الأولاني حصل معاه كده والتاني اللي جه مكانه بعدها بسنة حصل معاه كده، ومن هنا تعطل بناء السد سنتين. فمين عمل كده؟ مين له المصل؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ ولصالح مين ده؟ أرجو بس النقط دي تبقى برضه في الاعتبار بالنسبة للناس اللي بتسأل إيه اللي بيحصل وإزاي وليه وهيعمل إيه والقدرات إيه والدنيا إيه. فمن هنا نيجي نفهم ان شخصية الصحابي لابد ان يكون معروف للناس، لان هو حتى النص بيقول لك كده، معروف للقوم لكنه في خفاء. هو معروف للقوم لكنه في خفاء، النص بيقول لك كده. ليه معروف للقوم؟ لان هو رجل له خبرة وله قدرات وله امكانيات، لابد ان تتوافر في شخص معروف من خلال ايه؟ تاريخه العملي. له تاريخ عملي واسع وكبير اهله لهذه المكانة وهذا الدور، بخلاف بقى ايه قدراته الشخصية. ارجو ان انا اكون كده ايه وضحت الاجابة.